هذا ويواصل مطار العريش استقبال المساعدات الدولية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة. وللمزيد معنا من مدينة العريش مباشرة مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، بعد التحية ضعنا في المشهد أكثر لديك وآخر المستجدات. نعم، بعد التحية سارة، يعني لازالت الجهود مستمرة فيما يتعلق بإيصال وتجهيز المساعدات الإنسانية المتجهة لقطاع غزة. بداية يعني نحن نتواجد الآن في إحدى الساحات المخصصة في مدينة العريش لاستقبال سيارات الإسعاف التي وصلت عبر الطائرات من الدول المختلفة في مطار العريش، وتتواجد حاليا في هذه الساحة في مدينة العريش تمهيدا بالطبع لدخولها عبر معبر رفح لإيصالها إلى قطاع غزة. نتحدث تحديدا عن دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة قطر. هذه هي سيارات الإسعاف التي تتواجد في هذه الساحة، بالإضافة إلى أن مطار العريش هذه الوجهة التي يعني أعدتها الحكومة المصرية لاستقبال كل المساعدات من مختلف الدول. الطائرات ما زالت تتواصل وتتدفق على مطار العريش، حيث هبطت اليوم 4 طائرات لمطار العريش. نتحدث عن طائرة أردنية على متنها 13 طن من الملابس والمواد الغذائية، بالإضافة إلى طائرة روسية على متنها 18 طن من المستلزمات الطبية، وطائرة أخرى من كينيا على متنها 33 طن من المواد الإغاثية، وأخيرا طائرة من بلجيكا على متنها 52 طن من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية. محمود، بالإضافة إلى أنه التجهيز والمجهود الذي يتم من جمعية الهلال الأحمر يعني تفريغ هذه الحمولة وتحميلها على الشاحنات التي تصل إلى معبر رفح. نعم سارة. محمود، هل هناك أي عرقلة في دخول الشاحنات أم أن الأمور تمشي بسلاسة ويسر؟ وأيضا هل هناك أي مصابين يدخلون إلى الأراضي المصرية؟ نعم، يعني الشاحنات حتى الآن تدخل في سهولة ويسر من خلال معبر رفح. يعني نتحدث عن أن اليوم دخل إلى معبر رفح 96 شاحنة منذ صباح هذا اليوم، وربما هذا العدد يتزايد بالطبع مع استمرار دخول الشاحنات. نتحدث عن أن يعني 50 شاحنة دخلوا من معبر العوجة، بالإضافة إلى 46 شاحنة دخلوا من معبر كرم أبو سالم، بالإضافة بالطبع إلى استمرار دخول شاحنات الوقود. نتحدث عن 6 شاحنات وقود، 4 شاحنات للسولار، بالإضافة إلى شاحنتين للغاز، بالإضافة بالطبع إلى مازال المعبر يستقبل الجرحى والمصابين ويتم تقديم الرعاية الكاملة لهم. يعني بالأمس استقبل معبر رفح 10 مصابين يتم تقديم الرعاية الكاملة لهم، ويتم نقلهم بالطبع إلى مستشفيات شمال سيناء إذا كان مستشفى العريش أو الشيخ زايد أو بئر العبد أو حتى مستشفيات مدن القناة، بالإضافة إلى تنسيق آخر يتم مع الدول التي ترغب في يعني نقل بعض المصابين لديها لتقديم الرعاية لهم. فهذا يتم بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية ووزارة الصحة في الدول التي ترغب في ذلك. بالأمس كان هناك يعني زيارة مع للسفير الجزائري مع محافظ الشمال سيناء، وأبدى رغبته في نقل 4 مصابين للعلاج وتقديم الخدمة العلاجية لهم في الجزائر، بالإضافة إلى التنسيق لنقل 450 من المصابين، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدم في المستشفيات هنا للمصابين الفلسطينيين وتقديم الرعاية الكاملة لهم. جزيل الشكر لك مراسل التلفزيون المصري محمود جميل، كنت معنا مباشرة من العريش.